بسم الله الرحمن الرحيم. رؤيتان أرسلهما بعض المتابعين مبشرتان بالفرج والتغيير الذي سيأتي في غزة إن شاء الله تعالى، وهي فيها رؤيا الرب سبحانه وتعالى. يقول الرأي الأول: بأني رأيت بأن كأن الله أرسل كلاما ينزل من السماء إلى الأرض. والكلام ده إيه يعني؟ إيه كأنه في البداية غبش في رؤيتي، ثم ما زلت يعني أحاول قراءته، فقرأت إني أغير ولعلها أيضا إني أغير. فإني أغير مبشرة بأن الله سبحانه وتعالى سيغير حال إخواننا في غزة من الضعف إلى القوة، ومن الحاجة إلى العزة، ومن التعب والضيق إلى النصر بمشيئة الله سبحانه وتعالى. وأيضا لو قلنا إني أغير، فدي غيرة الله على عباده سبحانه وتعالى. فهذه رسالة كأنها جاءت من من السماء. فقال: فقمت فاستبشرت. وهو كان بيحكي عن أنه كان حزينا على ما يقع في غزة. والرأي الثاني يقول: بأني رأيت بأن يعني سمعت صوتا ينادي في السماء بأن الله سينزل وفي يده سيف ليقيم العدل على الأرض. وده أيضا رموز، يعني لا يستغرب بعض الناس في ذكر الباري سبحانه وتعالى، إنما هي كلها رموز، تمام، ليست على حقائقها بمعنى، لكن هي رموز إلى نزول الباري سبحانه وتعالى، كما يقول المعبرون في مكان، إشارة إلى البركة والرحمة وإقامة العدل ونصرة المظلوم. وهذه رؤية مصرحة بهذا، بأنه في يده سيف، بأنه سينزل وفي يده سيف ليقيم العدل. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل بالعدل لإخواننا في غزة، والعدل على الصهاينة ومن يدعمهم. فهي مبشرة إن شاء الله تعالى بنصرة إخواننا المظلومين في غزة وفي فلسطين على المجرمين الذين ظلموهم وقتلوهم وقتلوا أطفالهم. فاللهم استجب، آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.